الأرجنتين الانتصار، لكن لدينا كرة الآن. هذه محاولة ميسي، هل يأتي بالهدف الأول؟ الله، نعم ميسي، نعم الأسطورة، نعم الساحر يبدأ. نعم، هي للتانجو، هي للتانجو من البيت. الدرع اللي مقدم أكيد للاسم الكبير ليو ميسي. لاحظ الكرة الآن في الطرف الأيسر، لازالت قائمة. رودريجو يلعبها العرضية، الله، رأسية المدافع البديل جيرمان أليخاندرو، من يدون الهدف برأسية، لكن عينك على العرضية من رودريجو دي بول. نعم، يأتي بهذه الكرة المميزة، وبالتالي أيضا الكرة في الشباك، في الشباك بالهدف الثاني الآن للتانجو، يتقدمون.